من الفنانين احمد زكي اللي انت بتصدقه، بتشوف كل دور بيأديه بتصدقه، بتشوفه اديب، بتشوفه وزير، بتشوفه تاجر، بتشوفه بواب، بتشوفه زي ما شفنا اخر ادواره كان العندليب. حلقه ابداعيه متفرده هيكلمنا عنها الناقد الفني الكبير استاذ طارق شناوي. صباح الخير عليك يا استاذ طارق. اهلا صباح الخير، ازيك يا محمد؟ ازيك يا ايمان؟ صباح الخير يا استاذ طارق. صباح الفل. بكل تاكيد الاستاذ احمد زكي كان عبقري، لكن في جوانب كتيره في شخصيته احنا عايزين نعرفها، ممكن يكون الجمهور ما يسمعش عنها. صداقه قويه جمعت حضرتك مع الاستاذ احمد زكي، عايزين نعرف ما لا يعرفه الجمهور عن احمد زكي، جوانب اخرى من شخصيته. يعني صداقه الحقيقه مشوبه كمان في بعض يعني خلافات وجهات النظر والاتفاقات، ده جمالها انه انا من موقعي كناقد بقول رايي، وهو ايضا في مكانه كفنان مبدع عنده اراءه بيعرضها في اعماله الدراميه. انا عايز في بس عايز اقول توصيف احمد زكي بالنسبه لي ترمومتر فن اداء الممثل. يعني اي ما بتقال كتير عن احمد زكي العبقري لا، انا رايي ان هو الترمومتر. يعني ايه ترمومتر؟ يعني انت بتقيس دايما المواهب. يعني ساعات لغايه دلوقتي لما حد يغني رجل يقول لك بيفكرنا بعبد الحليم، ده زي مش يعني، او بالنسبه او على لو امراه يبقى ام كلثوم. يعني في ترمومترات في حياتنا هم اللي بيبقوا حالات بنقيس عليها. برافو عليك. فاحمد زكي انتقل لمرحله مغايره لكل النجوم، انه ترمومتر. دي في حد ذاتها قامه وقيمه. انا عايز بس اصلح معلومه، مش انتوا اخطاتوا، لا معلومه متداوله والمشكله بتاعتها انها مرتبطه بالزمن، الا وهي لما بيقول مثلا ان احمد زكي له 6 افلام من افضل 100 فيلم، وده صحيح، بس لازم نقول حاجه مهمه قوي، وده كان سنه 96. بعد 96 هتضيف 4 افلام على الاقل، ما كانش 5. هتضيف معالي الوزير، اضحك صوره تطلع حلوه، هستيريا، يعني هتلاقي نفسك اضفت السادات، ناصر، هتلاقي نفسك اضفت على الاقل 4 او 5 او 6. فبالتالي لما بنقول له 6 افلام افضل 100 فيلم لازم نحط بين قوسين ان ده الاستفتاء، وانا الاستاذ انا شاركت فيه ايام الاستاذ سعد وهبة الله يرحمه، ان ده استعملته عمله مهرجان القاهره سنه 96. بعدها احمد زكي عمل ابداعات كثيره لم توضع، واخد بالك، لاسباب متعلقه ما كانش زمنها، يعني كانت فاتت الزمن. الهروب ايضا من الحاجات المهمه جدا كان لازم أكيد تبقى موجوده. اكيد فعشان كده احمد انا رايي رصيده في الاحسن اكثر من 6 افلام. طيب استاذ طارق، بما انك كنت قريب من الفنان الراحل احمد زكي، بعد سنوات الابداع هل كان في نظره مختلفه للادوار اللي قام بيها في بداياته؟ هل في دور مثلا ندم انه عمله او حب انه يمحيه من تاريخه؟ احمد كان عنده مشكله في فيلم الراقصه والطبال، الى درجه ان هو مسك الكرسي وضرب بيه الشاشه لما شافه، مع انه بينظر ليه من الافلام الناجحه، مع انه دور حلو جدا، مع انه دور حلو جدا. واضح انا تفسيري انا الشخصي، لما فنان يعمل كده يبقى معناها انه كان في اشياء اتشالت في المونتاج. يعني احنا بنبقى شايفين الفيلم اللي هو بعد مونتاجه، مظبوط؟ لكن احمد زكي كان في حاجات هو عنده احساس انه اتشالت في المونتاج، ده اللي خلاه يغضب من فيلم ناجح. يعني وده كان دور عادل امام بالمناسبه، يعني اشرف فهمي المخرج اول واحد عرض عليه دور الطبال كان عادل امام، ثاني واحد كان محمد صبحي، ثالث واحد كان احمد زكي، واحمد زكي عمل الدور كويس، لكن احمد نفسه ما كانش راضي عن الفيلم لسبب انا متصوره، ان هو كان شايف حاجه او صور حاجه غير وتشال. او مثلا فنان بموهبه احمد زكي ويعني كونه معجون تمثيل وبيدخل جوه الدور لغايه ما يخلي المشاهد يصدق انه هو فعلا شخصيه، هل مثلا ممكن يكون كان نفسه يقدم اكتر في دور الراقصه والطبال؟ رغم اننا شايفين انه ادى الدور يعني على اكمل ما يكون. لا هو انا تفسيري عشان الامور دي اصلها يعني في كواليس صناعه الافلام في حاجات كثيره، يعني مثلا محمود عبد العزيز كان زعلان من ابراهيم الابيض برغم نجاح الدور اللي عمله زرزور من اجمل ادواره، لانه اتشالت حاجات في المونتاج. يعني انا عشان انا بفهم النجم بيغضب من ايه. انت ممكن تبقى شايفه الفيلم شايفاه عظيم، هو شايف حاجه اتشالت ونسي اللي تبقى كان جميل. بس فدي سيكولوجيه النجوم، انا يعني ازعم ان انا قادر ابص عليها كويس. اكيد لا طبعا عندك من الخبره ما يكفي يا استاذ طارق طبعا انك تحكم على حاجه زي دي بكل تاكيد. طيب هل محمد قول
بقول لحضرتك عندك من الخبره ما يكفي طبعا حضرتك تحكم على حاجات زي دي. لا بيبقى في شيء في سيكولوجيه الممثل ما بي يعني ما يتجاوزش عنها، وهو انه عمل حاجات حلوه، طب ليه ما حطيتهاش؟ يعني دي بتبقى جواهم شويه. بقى احمد زكي مثلا انا فاكر احنا اتقابلنا ازاي احمد زكي؟ انا لسه طالب في كليه اعلام وبتدرب فروزه، وهو كان في مكتب سيد عيسى الله يرحمه، ده كان مخرج ومنتج، هيعمل اول واحد لشفيقة متولي، اول مخرج لشفيقة متولي كان الدكتور سيد عيسى، وكان في خلاف بين سعاد حسني وبين سيد عيسى، وعارف سيد عيسى انا قعدت يعني معاه بقى الكاسيت بتاعي وبتاعه مبسوط، وعمال ايه يهاجم، يعني اي صحفي لما يلاقي مخرج عمال يهاجم وبتاع يتبسط يعمل فرقعه. احمد زكي كان قاعد ما بيتكلمش، كان لسه ما عملش اي دور الا يا دوبك مشاغبين يعني، وكم دور صغير كده في افلام، لكن لسه ما كانش احمد زكي اللي احنا عارفينه. فانا نزلت، فنزل ورايا ومشينا بقى في شارع عماد الدين، يعني هو الشارع اللي كنا فيه قريب قوي من عماد الدين من الحته دي. فقال لي لا طب وليه ما تلعبش دور حمام السلام بدل ما تاخد راي سعاد؟ هو دلوقتي هاجم سعاد وانت هتاخد راي سعاد تهاجم سيد، الفيلم هيتوقف مش هيتعمل. نعم. ده يعني المهم، وفعلا اقتنعت بوجهه نظره وما نشرتش هجوم سيد عيسى على سعاد حسني. وفي الاخر اللي اخرج الفيلم علي بدرخان بالمناسبه، يعني سيد عيسى نفسه اعتذر. احنا بنشكرك جدا ناقد الفني الكبير الاستاذ طارق الشناوي، واكيد ذكريات كثيره عن الفنان الراحل احمد زكي رحمه الله عليه.